Hello everyone, welcome back to my channel. في فيديو اليوم بنشرح قاعدة sentence, adverbs, جمل, الظروف. تعد الجملة الظرف الحال جملة كاملة. أول شيء نأخذ بعض ظروف الحال. Number one, frankly. بصراحة. Number two, actually. فعلا. Number three, admittedly. باعتراف الجميع. Number four, certainly. من المؤكد. Number five, honestly. بصراحة. Number six, obviously. بوضوح. الكلمات اللي الرقم حقها باللون الأخضر هذه ينفع نحطها في بداية الجملة، أما اللي باللون الأصفر ما تيجي بداية الجملة، تيجي في وسطها أو نهايتها. Number seven, naturally. من الطبيعي. Number eight, apparently. فيما يبدو. Number nine, officially. رسميا. Number ten, clearly. بوضوح أو من الواضح. Number eleven, عندنا fortunately. لحسن الحظ، ولو أضفنا لها un تصير unfortunately لسوء الحظ. Number 12, evidently. من الواضح. Number 13, presumably. محتمل. Number 14, probably. من المحتمل. Number 15, undoubtedly. مما لا شك فيه. كمثال عندنا frankly, I'm disappointed in the quality of this hotel. بصراحة أنا مستاء أو خائب الأمل من جودة هذا الفندق. عندنا frankly من ظروف الحال اللي ينفع نحطها في البداية وتغير في الجملة. بصراحة معناته أن الجملة دي حقيقة، أو زي ما قلنا أقولها بصراحة بدون أي مجاملة. مثال ثاني، you are obviously having a good time. أنت من الواضح أنك تحظى بوقت جيد. Obviously من الواضح. He certainly spent a lot of money on this trip. من المؤكد أنه صرف الكثير من المال على هذه الرحلة. Certainly هنا معناها من المؤكد. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. See you next time.